بهذا الفيديو حنتكلم عن الصيام المتقطع بطريقة سلسة وسهلة وسريعة، وأنا متأكد راح تستفادون منها. يلا استعدوا، الفيديو جايكم. اهلا بكم اصدقائي صديقاتي، وياكم ايهاب من قناة ايهاب فتنس. لا تنسون اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى كل الفيديوهات اللي ننزلها عن التغذية الصحة خسارة الوزن والطبخات الصحية المناسبة للدايت توصلكم بصورة اسبوعية. قبل ما نبدي ونفوت بالتفاصيل، هل انتم مجربين الصيام المتقطع؟ هل شايفين به نتائج؟ هل هو سهل؟ هل هو صعب؟ شاركوا تجربتكم بالتعليقات واني اريد اشوف تجربتكم وطلع عليه. الصيام المتقطع بصورة بسيطة هو قطع الأكل أو السعرات الحرارية بين 14 إلى 16 ساعة، غالبا 16 ساعة، يعني من الوقت اللي تنامون به قبله بكم ساعة إلى ثاني يوم توصلون 16 ساعة تبدون بالأكل. هذا النوع اللي متعارف عليه وأغلب الناس يسوي صيام متقطع بهاي الطريقة. أكو صيام مختلف هو همين يعتبر نوع من الصيام المتقطع، لكن على مدى الأسبوع مو بصورة يومية. شون يسموه 5-2، يعني 5 أيام تأكلون بصورة طبيعية ويومين بالأسبوع تأكلون بس 500 سعرة حرارية. يعني هو نوع مختلف، لكن النوع الأول هو النوع اللي أغلب الناس طبقه وتمشي عليه. بالصيام المتقطع أصدقائي صديقاتي، الفترة اللي أنتم قاطعين بها الأكل تقدرون تشربون مي، تقدرون تشربون قهوة بدون سكر، البعض حتى محلي ما يخليه بدون حليب. الشغلة أنه ما تأكلون أو تشربون شيء بسعرات حرارية عالية أو مصدر لسعرات حرارية، يعني شيء يعطيكم طاقة. البعض شي يسوون، يقولون ممكن تاكل لحد 200 سعرة حرارية، لكن هذا التوجه حقيقة يعني شنو فائدته؟ عاد ليش هو صيام متقطع؟ خب واحد ما ياكل اصلا او ما يسوي صيام متقطع اذا انت حتخلي سعرات حرارية، يعني مفهوم الصيام انكسر يعني من وجهة نظري. يعني ال 14 الى 16 ساعة انا اشوفه هو هذا الاصح، يعني من ناحية الثيري يعني، او من نظرية الصيام المتقطع. الصيام المتقطع شنو تأثيره؟ هو موضوع له علاقة بالهرمونات، يعني يخلي هرمون الانسولين خلال النهار واطي الى صفر. وطبعا هذا الشيء الى ايجابيات والى سلبيات. هل انا دا اسوي دايت لان انا رياضي واريد اصعد عضلاتي واصعد المستوى العضلي مالتي واحرق دهون، ام انا شخص طبيعي اريد يكون جسمي يعني حجمه مو كبير، اخسر دهون واخسر وزن واعيش حياة صحية ويعني طول سنوات عمري؟ حسب الشخص شنو اختياره نقدر نقول هذا الدايت مناسب له او مو مناسب له. يعني الصيام بصورة عامة هي حالة صحية، حالة جيدة، يعني تريح المعدة، تريح الكلى، تريح الكبد، يعني مو بس موضوع وزن. وأغلب البحوث تقول إنه الناس اللي يأكلون سعرات أقل خلال حياتهم، يعني مو سعرات 100 سعرة باليوم، لكن سعرات أقل من الأكثر وعملية الأيض مالهم ما تكون مرتفعة كلش، تكون متوسطة، بالحقيقة يعيشون سنوات أكثر. بس الشخص اللي يريد يبني عضلات مثلا ويريد يكون حجمه كبير وياكل كذا ألف سعرة حرارية، التوجه للاثنين حيكون مختلف. وشنو بعض البحوث اللي هي مو أكيدة انه 100% انه الصيام المتقطع يساعد على خفض هرمون الجوع الغريلين، وهو قد يكون العلاقة بالانسولين، لانه من الانسولين منخفض حيأثر على الشغلات الثانية، وبالتأكيد حيأثر مثلا على جروث هرمون اللي هو هرمون النمو. هذا طبعا من حيزيد عندنا هواي شغلات حنستفاد منها، يعني بالنسبة للرجال حيشوفون أمور ثانية يعني بحياتهم اللي لها تأثير على التستوستيرون مثلا، حيشوفون بها يعني زيادة إيجابية، الدهون حتنحرق بصورة أفضل لما الجروث هرمون عالي.
جودة النوم حتكون مرتفعة. هواي شغلات، جودة الجلد، جودة الشعر، يعني الجروث هرمون، يعني هو يعني اعتبره هرمون الشباب، يعني الشخص الزايد عنده حيشوف حيعيش حياته بصورة أفضل. ف بسبب انخفاض الانسولين الجروث هرمون حيكون بيه تصاعد. والبعض ايضا يقول لي يسوي صيام متقطع يحافظ على عضلاته اكثر بسبب زياده الجروث هرمون. عندنا الهرمون الثاني اللي هو الليبتين، له علاقه بالشبع، همين اكو بعض الدلائل انه يرتفع لما الشخص يكون صايم، بس ارجع واقول هاي بحوث ما متفق عليها 100% علميا. شنو اللي اني انصح به الشخص اللي يسوي الصيام متقطع؟ هسه بهذا الفيديو حقول لكم اني رايي به بصراحه، انه لا تسوي ولا تسوين الوجبات عاليه من تكسرون الصيام. يعني مو مثلا اذا انت تاكل 2000 سعره حراريه تيجي تسوي لك وجبه 2000 سعره او 1500 سعره، هذا انت حتسوي مشكله لنفسك. يعني معدتك خلال اليوم مرتاحه، مدى تهضم، ما بها اي جهد، وانت تجي وتحشك الدهون تحشك حلوه كلش مصطلح عليها، الدهون والبروتين وهاي الشغلات اللي تجي من الاكل مره واحده، و يعني حتحط جهد على نفسك وحتحطين جهد على نفسك. الانسولين احنا من الصبح ليه السيده نقول يا بالانسولين نازل، انت تجي صعد هاي السعرات كلها الانسولين حيصعد للسماء. ف التعامل ويا الصيام متقطع بالاكل الصحيح انه تكون مثل شلون صيام رمضان، ترجع يعني بالتدريج اكلت شوربه اكلتي شوربه، نوزع السعرات الحراريه خلال الفتره اللي احنا مسموح لنا ناكل بها، ناكل اكل صحي، مو انت بحجه صايم وانت بحجه صايمه تجون تخربون الدنيا وكل نساتل وكيكات، وهسه نحبها هذه بس لها وقتها يعني. فلازم الأكل يكون من مصادر صحية. وجهة نظري أنا بالصيام المتقطع أو الصيام بصورة عامة، يعني أنا مثل ما قلت ببداية الفيديو أنه الصيام أثبت أنه مفيد جدا للصحة، مفيد بطرد السموم، اللود والضغط على يعني الأجزاء الجسم اللي لها علاقة بالأكل وبالهرمونات وبالهضم وبتعامل ويا السموم وهضم الدهون، يعني إذا الكبد، إذا البنكرياس، إذا المعدة، إذا الأمعاء، إذا الكلى، يعني هاي التفاصيل كلها حترتاح، ما حيصير عندك مشاكل بيها، ما حيصير عندك مشاكل بيها. وأغلب البحوث تشير أنه الناس اللي يأكلون أقل ويصومون بحياتهم يعيشون سنوات أطول. فأني الناس اللي يريدون يعيشون بهاي الطريقة، وربما الناس الكبار بالعمر، حتكون يعني نمط حياة ممتاز. الصيام المتقطع هو مو نظام غذائي، هو نمط حياة. أكو هاي فرق يعني. يعني أنا أعرف الجماعة اللي يقولون على الكيتو يربطون الكيتو بالصيام المتقطع ويسووها قصة وبرنامج، وبرنامج هو نمط حياة الشخص يعيش عليه ويعود جسمه عليه، حيشوف منه نتائج صحية إيجابية كثيرة. لكن يعني أنا مثلا ما أسوي الصيام المتقطع لأنه يأثر عليه بتمارين الحديد اللي أسويها، يأثر عليه بنمط حياتي. يعني إذا أنت شخص تريد تتمرن بتمرين قوي، تاكل سعرات عالية، تعيش نمط حياة مختلف، الصيام المتقطع ما حيكون مفيد لك. فهنا الشخص يختار شلون يريد يعيش حياته، شنو المردود اللي حيكون عليه. يعني الشخص هسه المعلومات عندنا، فيديو مثل هذا، المعلومات موجودة على الانترنت، حيخلينا نفكر بطريقة مختلفة. فأنا انطيتكم يعني جانبين تقريبا على الصيام المتقطع، يبقى القرار لكم، اني خيرتكم فاختاروا ما بين هذه وذيك. احبكم كلكم، ان شاء الله استفاديتوا من الفيديو، ولا تنسون تجون اشوفكم في الفيديو الجاي. احبكم كلكم، يومكم عسل.